دونك بالنسبه لهاد ليكزيرسيس ما قبل الاخير في هاد الامتحان في هاد لو اف ام، كي قلنا هما كيطلبوا منا اننا نستخدموا دي زوبيراسيون اولا دي فونكسيون بيتون كي اكزيست باش نديروا هاد العمليات، ولكن هاد العمليات اللي بغاوهم يكونوا سو فورم دو بروغرام مختلفين، وكل واحد فيهم غيكون دو تيب فونكسيون. دونك غنبداو باول عمليه اللي هي اننا بغينا نخدموا حنايا واحد لا ليست نسيبريميو منها لي دوبلون. دونك اولا حنا الا كنا غنخدموها بدون ما يكون عندنا طلب ديال نستخدموا فونكسيون كي اكزيست في بيتون، فحنايا فاش غنصاوبوا الفونكسيون ديالنا بحال حنا اللي غنبروغراميوها سيبريمي دوبلون، كنتاخد واحد ليست وغادي نكوديو كيما دار فوتر كاميرات قبيله انه فور، نقدروا نديكلاريو هنايا واحد ال ان ولا ال ان ايغال، نعطيوها اون ليست في الاول فيد فور مثلا اليمون نستخدمو حنايا ان ال اف هذاك الاليمون، دابا الاليمون اللي كاين في ال كنشوفوه الا كان نوت ان ال ا اللي غنحولوا ليها، يعني غنبداو نكوبيو ليزيليمون، ولكن هذاك ليليمون او ال هزيناه من ال وبغينا نصيفطوه ل ال ا غنديروا ابند، غنصيفطوه ل ال ا، ولكن قبل ما تنصيفطوه تنتاكدوا بانه نوت ان، يعني ما كاينش ديجا، الا كان فيها راه حنا ما غندوزوهش، يعني ما غندوزوش مره، غندوزو غير في اول مره، في المرات الاخرى راه ما غاديش يدوز، يعني هكذا غادي يدوز لينا كل عدد بدون ما يتجوبليكا. دونك هنا تنروتورنيو في الاخر هذيك ال ا، وحنا غنخدمو سؤال بسؤال باش نتيستيو. دونك جو سيبوز كو جي ال فيها 1.1.2.1.3.4.2، ونجربو الى درنا ابل لا ميثود سوبريمي، دونك نديرو ال تساوي سوبريمي دوبلون وكنعطيوها ال هنا، يعني كنعطيوها القديمه بالتكرار بالاشياء المكرره اللي كاينه، وكنقولها ديري انت خدمتك وعطينا ديك النتيجه اللي غترسولني لينا غتخبي لنا في نفس ال باش ال يتم تغييرها وتصبح جدي هي هذيك النتيجه الجديده، يعني هي هذيك النتيجه بعد لا سوبريسيون دو زيليمون دوبليكي. نتاكدوا دونك ها هي كما كنشوفوها هي النتيجه، هنا عندي 1 2 3 4، وهنا واخا عندي 3 الوحدات راه تحيدوا، جوج عندي منهم جوج تحيدوا، دونك مزيان حنا درنا هاد الخدمه ديالنا دابا كوريكتومون صافي. مي الا لقينا شي طريقه احسن، يعني انني نخدم هنايا ب بطريقه اخرى دون انني نكودي انا، فهي احسن صافي. دونك اشنو غادي ندير عوض هذا الشيء كله، فوالا دونك فوسط لا فونكسيون ديالنا غنحاولوا نستعنوا باي حاجه، كاين كما داروا الاصدقاء ديالكم لا فونكسيون واحد لا فونكسيون سيت، هاد لا فونكسيون سيت نقدروا نفهموها، كاين كذلك المهم نخدموه مثلا حنا دابا غنخدموا كما داروا كاميرات، حنا اش داروا كياخذوا ديك ال اللي تتعطى وتي ابليكيو عليها واحد لا فونكسيون سميتها سيت، كيقولوا ال غتحول سيت، هاد سيت هو نوع من لي ستركتور دو دوني اللي كاينين في بيتون، اللي التعريف ديالو ها هو بار ديفينيسيون، نشوف ها هو بار ديفينيسيون هو من حيث الشكل فيه كنخدمو بالاكولاد، يعني بحال ديكسيونير، ولكن ما تيكونش فيه كلي فالور، تتكون فيه غير قيم محطوطه هنايا، قيم عباره على دي شين دو كاركتير ولا اعداد ولا اي حاجه عاديه، يعني ماشي ما يكونش وسطو ليست ولا في الوسط ديالو، ما كيكونش ديك لامبريكاسيون، ما كيكونش فيه لي زيليمون اللي كيتموديفياو، علاش؟ لانه هو باغ ديفينيسيون هو واحد ليليمون اللي كيكون نون موديفيابل بحال تيبل، ولكن اللي اهم حاجه علاش غنستخدمو حنا في هذا السؤال هو انه
يستخدم لي اولا كيكونوا فيه لي زيليمون نون دوبليكي. نشوف هنا واش عطينها سيت از. دونك هو بحال ديكسيونير فوالا. دونك هاهي هنايا بالنسبه لي زيليمون اللي كيكونوا في وسط سيت ما كيقدرش تكرر اليمون. بحال دابا هنا درنا ابل ما يمكنش تكتبها جوج مرات. علاش؟ لانه هذا هو التعريف ديالو، انه واحد واحد الكونتينر اللي كيحتفظ غير بالاشياء الغير مكرره. فاحنا اون فوا كنستغلوا هاد لا فونكسيون هادي هاد لا فونكسيون سيت كنحولوا ليست لست. اذا غيتحول كل ما موجود في ال والست ولكن بدون تكرار. بحال دابا مثلا الا درت انايا ليه نيشان ريتيرن ست ال بحال هكذا وجيت خديت هاد ال هادي وعيط للسوبريمي دوبلون و افيشيت، يعني هاد ال دابا غتكون ان سيت. غنسميها هنايا انا واخا معليش غنخليوها تكون تحولات لان سيت، يعني ما فيهاش دوك لي الكروشي تكون فيها اكولات. فوالا كيما كتشوف اوتوماتيكمون غير عمليه التحويل ديال هذيك لا ليست ال اللي كانوا فيها هادو كلهم بالتكرار انها حولناها لان سيت. فتهزوا منها لي زيليمون ديولها بدون لي زيليمون لي دوبليكي. اي اليمون دوبليكي راه ما تكتبش في السيت. علاش؟ حيت هو باغ ديفينيسيون هذا هو التعريف ديال السيت. السيت هو واحد النوع ديال لي ستركتور دو دوني اللي كاين في بيتون اللي كنحطوا فيه لي زيليمون الغير مكرره، ما كيتحطوش فيه الاشياء المكرره. دونك داكشي علاش نقدروا نستغلوا حنايا هاد الفونكسيون اللي كتحول لينا ليست لسيت سميتها سيت. دابا المشكل هو انها هنايا النتيجه اللي تعطات لينا عباره على ان سيت ماشي اون ليست. فحنا غنديروا عمليه واحده اخرى اللي هي عمليه التحويل ديال هاد لو سيت هذا ليست. كذلك كاينه لا فونكسيون اللي سميتها ليست بحال هكذا كتعطيها اي حاجه كتحولها لك ليست. دونك دابا ملي غادي نتيستي فوالا غنلقاو بان تعطاتنا اوتوماتيكمون واحد لا ليست اللي فيها الاشياء اللي كانت مكتوبه في الليست الاصليه ولكن بدون تكرار. فاحنا هنا درنا جوج العمليات، حولنا لا ليست ديالنا الاولى اللي فيها اشياء مكرره لان سيت. علاش؟ لان حنا عرفنا لو سيت راه ما غاديش يدخل لي دوبلون، ومن بعد حولنا هذاك لو سيت ليست جديده باش تولي هي لا ليست القديمه بدون هذوك لي زيليمون دوبليكي. دونك هذه هي الطريقه الثانيه ديال حل هذا التمرين، وهنا دون اننا حنا اللي نكوديو، هو فقط بالاستعانه بجوج ديال لي فونكسيون، فونكسيون سيت و الفونكسيون ليست. دونك هذا حل. كذلك دونك هذا هو الحل الثاني. كذلك كاين عندنا حل اخر اللي هو اننا نقلبو حنا الا ما كناش كنعرفو لي سيت في بيتون كنعرفو لي ديكسيونير. دونك بوغ لي ديكسيونير كاين عندي اوسي نديرو ريتيرن، كاين عندنا ديكت، كاينه ديكت نشوف فوالا كاينه ديكت فروم كيز. هاد ديكت فروم كيز الا عطيتي ليها اون ليست مثلا ديك لا ليست ال فهي بحال تتقول ليها غتحاول تصاوبي ليا ان ديكسيونير اللي غيكونوا لي كلي ديولو هما هادوك لي فالور اللي كاينين في ال. وحيت لي فالور اللي كاينين في ال هما دي فالور اللي فيهم تكرار، فمني غنصاوبو ديكسيونير مثلا غيكون عندنا الكلي واحد. ملي المره الجايه نبغوا نستخدموا الكلي واحد حنا كنعرفوا في ديكسيونير ان لا كلي ما تتكونش معاوده حيت هي ايدونتيفيكاتور كلي مخصهاش تعاود. اذا بحال كيتمسح هذاك الكوب اللي فيه الكلي واحد في الاول وتيتعاود يتحط واحد مره اخرى. وكذلك ملي غيجيو لهاد الواحد ثاني غيتمسحوا هذوك الجوج الاولين وغيتكتب هاد الكلي واحد من جديد. دونك الواحد في الاخر غيتكتب مره واحده. انتما كما كتلاحظوا غيتعطانا واحد ديكسيونير اللي عنده لي كلي ديولو هما دوك لي زيليمون واحد جوج ثلاثه اربعه اللي كانوا في الليست بدون ما يتكرروا. بيان سور عندنا في الفاليوز ديولهم نان لاننا حنا ما عطيناش لي فالور اللي غادي نخبيو.
فهم اصلا ما كانوش عندنا. كذلك حنا دابا الا عاود تاكدت غنلقى بان لو ريزولطا اللي كيتافيشي ليا هو عباره على ديكسيونير، فغنحتاج العمليه العكسيه اللي هي التحويل ديال لو ديكسيونير ليست. دونك غنشدو هاد ديكسيونير اللي تعطى لينا ونابليكيو عليه هاد ليست، وهكذا غادي نحولوه ليست من جديد. شفتوا فوالا، دونك غيتعطى لينا اوتوماتيكمون اون ليست سان دوبلون. فاحنا عطينا دابا ثلاثه الطرق. الطريقه الاولى باننا كودينا وهي غير محبذه في هذا الامتحان. الطريقه الثانيه اللي كنا كنعرفوا هاد لا ميثود سيت وكنا كنفهموا بان لي سيت راه كيدخلوا فيهم غير الاعداد بدون او الاشياء بدون تكرار، سواء كانت اعداد ولا ديشين، ولكن لي سيت راه ما تيكونوش في وسطهم لي يعني لي ليست ما كيكونش فيهم لامبريكاسيون. او ممكن الا ما كناش عارفين لي سيت اصلا نخدموا بان ديكسيونير، غير هو لو ديكسيونير نفهموا. مثلا كاينه هاد لا ميثود هادي فروم كيز، يعني تتقول ليه هادوك لي فالور اللي كيكونوا في ليست يتعتبروا كي في الديكسيونير الجديد. علاش فرضنا انهم يتعتبروا كي في الديكسيونير الجديد؟ لاننا حنا كنعرفوا بان الكيز في الديكسيونير ما كيتعاودوش، فاوتوماتيكمون فاش غيلقى شي واحد معاود غادي بحال يمسح القديم ويكتب جديد. المهم حنا في الاخير غنحصلوا عليه مره واحده، ما غنلقاوش معاود. فمني كنعاودوا نحولوا داك ديكسيونير ليست كنلقاو ان بقاو ليا جميع الاعداد او الاشياء اللي كانوا في لا ليست الاولى بدون ما يكون فيهم تكرار. بيان سور راه هنا نقدروا نخدموا حتى على ديشين، ماشي ضروري غير اعداد. مهم اون ليست مثلا زاد فيرغول تقدر تكون اون ليست مخلطه ا آه. هي عاودتها مره اخرى واحد خمسة، ونعاودو مثلا هذاك 12. نتاكدوا فوالا هي كيما غادي تشوفوا، غادي تكتب لينا الا والزد الا مره واحده واخا كانت جوج، وكذلك 12 مره واحده واخا كانت جوج. المهم يعني لو برينسيپ راه كيمشي على كاع لي زيليمون اللي كاينين في لا ليست. فوالا دونك هذا هو التصحيح ديال هذا التمرين.